فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وزارتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. القارورة هي إناء يستخدم في حفظ السوائل العادة، والبعض يستخدمه في أغراض الزينة، ونراها حتى في المختبرات العلمية. كانت تصنع من الطين أي الخزف، ومع تقدم العلم والتطور أصبحت تصنع من الزجاج أو البلاستيك. هي جميلة ومفيدة، ولكن في حادثة كربلاء كان لها أثر كبير تركته في قلوب المؤمنين، حيث ترجعنا إلى زمن بعيد ما قبل الواقع. هل تعلمين يا قارورة بما تذكريني؟ أنا القارورة، كنت دائما حاضرة في كل بيت، تارة أستخدم في حفظ السوائل، وتارة فقط لأكون زينة وتحفية. ولكن ماذا أقول وقد شهدت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله لزوجته أم سلمة عندما أخبرها عن واقعة كربلاء ووضع التراب في جوفي، حيث بدأت كل صباح أخشى أن أستيقظ وأرى ذلك اليوم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله، وأرى التراب قد أصبح لونه أحمراً، وأنا أنظر إلى مولاتي أم سلمة كل يوم عندما تأتي لرؤية تغير لون التراب، فقد كنت أعيش الألم معها إلى أن جاء ذلك اليوم الحزين وشهدت الألم معها. آه، بأي الآلام ذكرتني يا قارورة، وكيف أرجعتني في الزمان. نعم أحبتي المشاهدين، فقد ذكرتني القارورة بما حدث يوم عاشوراء، لكن هذه المرة لم تكن القارورة حاضرة في كربلاء، بل كانت في المدينة مع أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله. لكن ورغم بعدها عن الحادثة إلا أنها أخبرتنا بما حدث. هل تعلمون كيف؟ سأروي لكم ما حدث. ففي زمن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم ما سيحدث مع ولده الحسين عليه السلام، وبما سوف يتعرض إليه من ظلم الظالمين. ففي أحد الأيام عندما كان النبي صلى الله عليه وآله جالسا والحسن والحسين يلعبان بقربه، جاء إليه جبرائيل وأخبره بالمصائب التي ستجري على ولده الحسين عليه السلام، فأعطى صلوات الله عليه لأم سلمة حفنة من التراب وقال لها: عندما تتحول هذه التربة إلى دم فاعلمي أن ولدي الحسين قد قتل. وحفظته أم سلمة في قارورة وبدأت تراقب تغير لونه كل يوم. وبعدما جاءت الكتب إلى الإمام الحسين عليه السلام وراد أن يذهب إلى العراق، وحاولت أم سلمة منعه وقالت: لا تخرج، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يقتل ابن الحسين في كربلاء، وعطانا التربة في قارورة. فقال لها الحسين عليه السلام: إني مقتول لا محالة، ولكن إذا أحببت أريك مضجعي ومضجع من يقتل معي. فقبلت، وقد فسح الله عن بصيرتها حتى رأت ما أخبرها، وأخذ تربة وأعطاها لها وقال: عندما تتحول دما فاعلمي أني قتلت. تقول أم سلمة: عندما كان يوم عاشوراء نظرت إلى القارورة وإذا هي تفيض دما، كما ذكر عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أن ابن عم النبي صلى الله عليه وآله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في الرؤيا أشعث أغبر ومعه قارورة فيها دم، فقال لي إنه لم يزل يلتقط دم الحسين عليه السلام وأصحابه، وكان ذلك اليوم هو يوم قتل الحسين عليه السلام. يا ألم كربلاء ويا عظيم رزيتها، فالذي كان حاضرا في الطف وحتى البعيد عاش تلك الآلام، وحتى تلك القارورة عاشت الآلام وحكت لنا قصة فاجعة الحسين، فسلام الله على تلك الدماء الطاهرة.
السلام على من بكاه من الأولين والآخرين حتى أمير المؤمنين عندما مر بكربلاء فقال لابن عباس: أتدري ما هذه البقعة؟ قال: لا. قال: لو عرفتها لبكيت بكائي. ثم بكى بكاء شديدا ثم قال: ما لي ولآل أبي سفيان. ثم التفت إلى الحسين وقال: صبرا يا بني، فقد لقي أبوك منهم مثل ما تلقى بعده. السلام على أمير المؤمنين وعلى ولده الحسين الشهيد المقتول. وكيف لنا أن ننسى هذه القارورة وما تذكرنا به؟ يذكرني